أوروبا متخوفة من توسيع العمليات اليمنية، وبريطانيا تحاول التعلم من فشلها في التعامل مع القوات البحرية اليمنية في وقت وصلت فيه تبعات الحصار اليمني إلى المستهلك الأمريكي. عملية أتلانتا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أبدت تخوفها الكبير من توسيع عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة إلى المحيط الهندي، ونصحت السفن بتعديل مساراتها في المحيط الهندي وتجنب منطقة الخطر الجديدة في المحيط، مقرة بتوسع العمليات اليمنية. وفي سياق المخاوف الأوروبية المتنامية والحاجة لتغطية الفراغ الذي تتركه السفن المنسحبة من البحر الأحمر، أعلن الاتحاد الأوروبي انضمام سفينة حربية تتبع القوات الهولندية إلى عملياته البحرية أسبايتس. من جانب آخر، كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن سلاح المشاة البحرية الملكية البريطانية يستعد للحصول على 6 سفن جديدة يمكنها إطلاق طائرات مسيرة وأسلحة ليزر، وذلك في مقابلة مع صحيفة التلغراف التي أشارت إلى أن تقنية الليزر قليلة التكلفة مقارنة بالأسلحة البحرية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة عقب فشل بريطاني في المواجهة البحرية مع اليمن، وفي محاولة لتحسين أداء قواتها البحرية مع تخفيض الكلفة الباهظة. اقتصادياً، نشرت مجلة The National Interest الأمريكية تقريراً بعنوان كيف تؤثر هجمات الحوثيين على المستهلكين الأمريكيين. المجلة أكدت أنه رغم كون المستهلكين الأمريكيين أقل اعتماداً على تجارة البحر الأحمر من الأوروبيين والآسيويين، إلا أنهم سوف يشعرون قريباً بآلام تضخمية إذا استمرت الهجمات. واعتبرت المجلة أن الآثار الاقتصادية للحصار اليمني المفروض على العدو الصهيوني وداعميه الأمريكيين والبريطانيين نصرة لغزة ودفاعاً عن سيادة البلاد ستتفاقم بمرور الوقت. ونقلت ناشونال انترست عن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، أكبر شركة شحن في العالم، قوله إنه في هذا الوقت الذي يمثل فيه التضخم مشكلة كبيرة فإنه يفرض ضغوطاً شديدة على تكاليفنا وعلى عملائنا، وفي النهاية على المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة.